افطرنا الحمد لله مع بعض، ما كنتش عارفه انه هذا اخر فطور هي مسوي لي. انا الناجيه من الفسفور، من قنابل الصوت وقنابل الاضاءه والقصف الصهيوني العنيف. صحينا على صوت الصراخ في صباح 11/11/2023، كانه اهوال يوم القيامه، صراخ من كل مكان، حرفيا كل مكان هيك صراخ صراخ، ناس مش عارفين ايش فيه. تفاجأنا انه الدبابه الصهيونيه يعني باغتت الناس في المدرسة. طبعا بذكركم انه هاي المدرسة هي مدرسة ايواء تابعة لوكالة الأونوروا، يعني مفروض انه هي عليها حماية، الناس تتآوى فيها. وبدأ الجنود انه يطلقوا الرصاص بشكل عشوائي على الناس والقذائف من كل مكان. بتذكر انه امي يعني الله يرحمها راحت وقعدت تحضر الفطور، حضرت لنا الفطور و بعد يعني حضرت لكل في البيت انه يفطروا، وانا وقفت معها اساعدها يعني، وفي مسافه انه ما يخلص العجين وهيك راحت صلي الضحى الحمد لله. فوقتها يعني هيك جمعنا كلنا، كل اللي في البيت صغار كبار، كلنا جمعنا على سفره واحده من الفطور اللي امي سوته. قالت مسره ما اطلعش الا لما تفطروا كلكم. فقعدنا كلنا هيك وافطرنا الحمد لله مع بعض، ما كنتش عارفه انه هذا اخر فطور هي بتسوي لي. مشينا مع القافله لما اجت وحنين الريات البيضاء. وقتها يعني بتذكر اخر نقاش ناقشته مع امي في هذيك اللحظه، كنت ناقشتها بحكي لها انه ماما انت حامله كثير ثقيل، هاتي بس اساعدك. رصاصه اللي طلعت في هاي اللحظه بعد هاي الرصاص الكثيف، طلعت رصاصه مميزه جدا جدا جدا. الان صوتها في داني مش قادر تفرقني، صوتها مش قادر يفرقني. هاي الرصاصه وقتها ما كنتش بعرف انه امي يعني. ف هيك طبعا اللي قلص على امي قلص، يعني الاشي متعمد.